السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة وايس تيم تيم. كيف حالكم أعزائي الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بتمام الصحة والعافية. أحبائي، أحب أقول لكم أن الحمد لله تمت موافقة من يوتيوب على تفعيل الانتساب، فيعني للي حاب صراحة يدعمني في انتساب حياكم الله. إن شاء الله أكون في حسن ظنكم في تقديم خدمات يعني مونسة وتونسكم إن شاء الله. إن شاء الله ما خيرت أمالكم أبداً منذ بدأت. الله يجزاكم خير صراحة. الدعم اللي جاني يعني معنوياً وحتى بعد مادياً من تبرعكم الله يجزاكم خير، كان يعني الواحد قد ما يحلم يعني وصار حقيقة ما يتصور إن هذا الشيء صار صراحة. يعني ما تخيلت بنفسي إني راح أبدأ، كنت أبدأ يعني فقط أعطي تحاليل وأعطي يعني أبدأ رأي وأحاول أساعدكم، أساعد اللي أقدر عليه، وما شاء الله شوف وين وصلنا الحمد لله. فان شاء الله يعني ناوي اني اخلي مستقبل قناه مستقبل اكبر من كذا ان شاء الله، بس يعني حبه حبه، ما مستعجلين على شيء، بالعكس ودي انها تكون يعني يكون مكان لكم انتم انكم تتنفسون، مكان لكم انتم تستمتعون معنا، سواء كان كابتن سباسة او كان حتى العاب اخرى. اهم شيء الجلسه حلوه، الجمعه حلوه، السواليف وناسه، وكلها ضحك وكلها ان شاء الله ايجابيه. فطبعا ان شاء الله قريبا راح اغير اسم القناه، وبغير بعد في حقها، فبعطيكم كل معلوماتها ان شاء الله لاحقا، بس يعني عشان ما تصدمون انا فجاه تغيرت. فبس برضو المحتوى على ما هو سيبقى على ما هو، كابتن سباسة موجوده ان شاء الله في قلبي، موجوده في شرحاتها، ما راح تتغير ان شاء الله، ولكن راح نزيد عليها ان شاء الله العاب اخرى باذن الله. فشكرا صح لجميع الناس اللي دعموني منذ بدايه القناه حتى الان، وان شاء الله بعد حتى بعد في المستقبل. فزر انتساب الان شغال، الله يجزاكم خير. فان شاء الله يعني طبعا كل 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 فئه في انتساب لها مزايا الخاصه، طبعا كلها اقدم لكم فيها بعد خدمات باللي اقدر عليه، فجزاكم الله خير. ما اعرف صح اقول اكثر من كذا، يعني انا منحرج منكم اصلا صراحه. فجزاكم الله خير، نراكم ان شاء الله في حلقات قادمه وبثوث اخرى باذن الله. والله يجزاكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.